لكن القضية الفلسطينية هناك عربين للفوضى داخل القضية، وهناك من ينتهج نهجا معوجا، وهناك من يتاجر بالقضية، وهناك من يتربح بالقضية، وهناك من يزايد على من يعمل في القضية. أتحدث عن جبريل الرجوب، لغز كبير ونقطة فوضى شديدة في المشهد الفلسطيني. وهذا الرجل أنا أصف بين قوسين بأنه لم يراعي حق الوطن المصري والدولة المصرية التي كانت وما زالت وستظل رغم أنفه وأنف أقرانه وعصابته فإنها هي الراعية والشريكة وصاحبة الحق الأصيل في حل القضية الفلسطينية. جبريل رجوب لم يترك مناسبة إلا ويهاجم فيها مصر، وهو لا يعرف قدر ومقام مصر. وأقول له في كل الأحوال مصر لابد أن يعمل لها ويحسب لها حساب، كما قلت وكما قال عميد الأدب العربي طه حسين، لابد أن يحسب لها حساب حين ترضى، ويحسب لها ألف حساب حين تريد، ويحسب لها ألف ألف حساب حين تغضب. جبريل رجوب يهاجم الدور المصري في المصالحة الفلسطينية، خسئ وخاب وخاب مسعاه. تعالوا للأسف نسمعه. هم بدل ما يجيبونا احنا وحماس نتفاهم على برنامج دولي، تعرف اول شيء جابوا حماس وقعدوهم مع دحلان، وبعدين جابونا وقعدونا مع حماس، وبعدين اجى يزلم اجى خالد فوزي هنا وراح بده جايب خطاب من السيسي للحكومه، ما حكاش ابو مازن، وخطب هناك يزلم من ذكرش ابو مازن ولا ذكرت فتح ولو لهالدرجه لهالدرجه. انا بقول لك محاوله احياء مجموعة رباعية وخماسية وكذا هذا كلياته على حسابنا، وإحنا لم ولن وبصيرش نقبل فيه. هسا بعديها تحريك المصالحة بالشكل اللي صارت فيه ما كانت صحيحة، ما كانت صحيحة. الرجوب بيدعو بيدعي وبيكذب وبيختلق أن هناك انقلابات داخل فتح وقوى إقليمية بتنفذ صفقة القرن على حساب غزة. بيرمي على مين وبيتكلم على مين؟ بقول له انا بقول لجبريل رجوب حط لسانك في بقك، لانه هذا اللسان بيستحق بتره. عندما تتحدث عن مصر، عندما تختلق وقائع، لابد انه اللسان المسموم يستحق قطعه وبتره. تعالوا نسمعه للاسف ايضا وهو بيتكلم بحديث هراء، بحديث كذب. بعض الأطراف الإقليمية راهنت أنه في هناك طرف فلسطيني، فمن هون حتى موضوع المصالحة اللي حصل ما كان المدخل تبعه هو المدخل الصحيح. وأنا مرة ثانية بقول البعض في الإقليم حاول، يعني اللي حصل المصالحة مع بعض الأطراف المرفوضة والمطرودة من حركة فتح مع حماس ما كانتش مؤشر اللي انت استخدمته هذا سبب في انقلابك انه انت تتحالف انت وياه اليوم. طبعا على طاولة يرد له على طاولة الشعب الفلسطيني، على طاولة جهاز امني عربي، هذا مش صحيح. الان الديدان اصبحت عارية، ما حدا بيقدر يقول لك انه صفقة القرن ما كانتش على حساب الدولي وما كانتش على حساب غزة وعلى حساب القدس وعلى حساب 100 سنة من النضال والتضحيات اللي قدمها شعبنا. يتحدث عن صفقة القرن وهو يريد ويستحق صفعة القرن على وجهه وعلى رأسه وقطع لسانه. الرجوب يعلن موافقته على وضع حائط البراق اللي سماه حائط المبكى تحت سيادة إسرائيل. تعالوا نشوفه برضه. كتلة معرفية نحن ما بنمشي زي ما كوم كدوش لا يهوديم. بس فش الدفان زي خياف لحيوت تحت البنوت يهوديت ان لا نشوم في كوع زي الكوتل يشير بريبونوت يهوديت. بس زي مكون كدوش. هو خادم امين للصهيونية العالمية واليهود، وقال من حق اسرائيل ان تنعم بالاستقرار. يا حنين، حنيتك على الاسرائيليين وعلى الصهاينة عايزين نشوفها على الفلسطينيين، عايزين نشوفها على الفلسطينيين في غزة، عايزين نشوف ما تفعلونه وتفعله أيديكم بإخواننا وأبنائنا في غزة، حصار وتجويع وإذلال، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟
هو جبريل رجوب، إذا كنت عايش النهاردة مش هتعيش بكرة، وسوف تحاصرك اللعنات، وسوف يفتح التاريخ صفحاته ليسجل أسوأ وأقذر سلوكيات وحركات قمت بها وقام بها البعض متاجرين بالقضية الفلسطينية. تعالوا نسمعه وهو بيدعو للأمن والأمان للإسرائيليين. نحن كفلسطينيين نقول لكم بأننا نقر بوجودكم في حدود عام 67، نقر بحقكم في العيش بأمن بسلام باستقرار بازدهار بحياة طبيعية معنا ومع كل العرب. مش إسرائيل وبس، إسرائيل وقطر، وقطر وأمير قطر، وأمير قطر بيدفع، والفلوس والدولارات بيسميها جبريل رجوب مذيب الصخور، يشتروا بيها الضمائر، يشتروا بيها المواقف، وجبريل رجوب تاجر وسمسار وعنده بورصة مواقف. تعالوا نشوفه هو بيسبح بحمد سيده أمير قطر. وما حدا بيشتري إرادة شعبنا لا بفلوسه ولا ببتروله ولا بحدوده ومحافظه. بنحيي شعب قطر وبنحيي أمير قطر، بنحييهم ثلاث مرات، بنحييهم على استضافتهم، واحنا كمان بنشكر قطر وبنشكر قطر كمان مرة، وبنحيي قطر وأمير قطر والوالد الأمير وكل الشعب القطري. أي زعيم عربي بفكر يلعب في واحد من هذول المحرمات، أنا بقول لك يحمل كفنه على ظهره، يحمل كفنه على ظهره. أنا بقول لك إحنا رح نعلن عليه الحق. وأنا لا أنصح أي نظام عربي، معلش، أي نوعية حرب يا ستي سيبيكي، إحنا لما نوصل الجسر بنجتازه. بنحيي شعب قطر وبنحيي أمير قطر، بنحييهم ثلاث مرات، بنحييهم على استضافتهم، وإحنا كمان بنشكر قطر وبنشكر قطر كمان مرة. بيفكرني في مصر في الأفراح الشعبية في حد اسمه بيقوم بدور اسمه شاويش مسرح، بيلم النقطة، فهو بيقوم بدور بيلم النقطة أمير قطر، وبيحيي أمير قطر وأم أمير قطر وأبو أمير قطر وصديق أمير قطر ورفيق أمير قطر وربيب أمير قطر، وبعدين بيحيي اليهود وبيدعو للسلام لليهود، وفي الآخر بيقول أي زعيم عربي يقرب من المحرمات يشيل كفن على إيده. يا أخي اتلهي. أخيرا بيدعو نساء فلسطين إلى لبس الشورت وخلع ونزع الحجاب، وأنا بقول له عيب، افتكر والدتك وافتكر اخواتك وما تنساش اصلك، لانه امهاتنا الفلسطينيات واخواتنا الفلسطينيات عيب ان انت تدعي انك زعيم وتدعي الزعامة وتقول يلبس شورت وبلاش ويخلعوا الحجاب. اعتقد انه انت نسيت اصلك، واللي بينسى اصله هو ده اللي هيحصل له، ولسه النهاية في مزبلة التاريخ. تعالوا نسمعه. مين احسن يشوفونا من الثمين ولا يشوفونا بشورتات؟ يشوفوا صبايانا حجبات لا لابسات شورت وبيلعبوا رياضة. مين أحسن يشوفونا من الثمين ولا يشوفونا بشورتات؟